يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل صلى خلف إمام فزاد الإمام ركعة خامسة، فقام معه هذا المأموم وهو يعلم أنها خامسة لكن يجهل الحكم، فماذا عليه وهل صلاته صحيحة؟ إذا كان يجهل الحكم فصلاته صحيحة، أما لو تابعه عالما أنها زائدة وعالما بالحكم تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة متعمدا. نعم.